في إطار المحافظة على الصحة العامة وتأكيد تطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية خاصة بعد جائحة كورونا، نظم فرع جهاز الحرس البلدي ببلدية وادي عتبة بالتعاون مع قسم التوعية والتثقيف بمكتب الرعاية الصحية مرزوق وجهاز الإسعاف السريع حملة توعوية استهدفت المحلات التجارية وأسواق الخضروات والمجازر ومذابح الدواجن، وذلك لتقديم النصائح الإرشادية المتعلقة بإجراء عملية التعقيم. نحن بدورنا قمنا مع التفتيش الصحي بالمرور على هذه المناشط لترشيدهم وحثهم وإعطائهم بعض التعليمات والنصائح لمواجهة هذا الفيروس، حتى لا يصل لا قدر الله أن دخل الفيروس للبلد. نبدأ احنا على دراية وأخذ طريقة احتياطاتنا نحن في المنطقة. الحملة استمرت لمدة 4 أيام وشملت جميع مناطق بلدية وادي عتبة، وتضمنت الوقوف عن كثب على سير العمل بالمحلات للتأكد من صلاحيتها وضبط المواد الفاسدة، فضلا عن تقديم نصائح صحية عن التعقيم وكيفية التعامل مع المواطنين في زمن الأوبئة والفيروسات. وقام تم الزيارة اللو على المرور على المخابز والمزازر والمحلات الخضروات ومحلات اللي هو بيع الدواجن، الاطلاع على الوضع الصحي اللي موجود في كل محل والشروط والاشتراطات الصحية اللي موجودة داخل كل قصاب، وتم اعطاء اللي هو توعية تثقيفية عن الفيروس اللي هو المنتشر في هذه الايام من شدة اعراضه ومضاعفاته واسباب اللي هو شدة الخطورة بتاعها، وان شاء الله ربي يحمي المنطقة ويحمي كل من هذه الامراض المفتاكة والوباء، ونتمنى لكم الصحة والعافية. الحملة وبحسب القائمين عليها سجلت نتائج إيجابية وتعاونا كبيرا من أصحاب المحلات رغم قلة الإمكانيات والمعدات اللازمة، ولذا فإن منتسبي فرع جهاز الحرس البلدي ناشد الجهات المعنية توفير مستلزمات السلامة من قفازات وكمامات فضلا عن الوقود لأداء واجبهم.